تاو نتعداو نخدمو الكلوكا به المقادير اللي قدامي الكل باش تلقاهم مكتوبين هنا بجنبي على الشاشه. دونك الزبيب، الحمص، سكرون بودر، والذرة، هذم الكلهم رندا بيان سور. الزبيب اللي هو قبل البليله احنا بيتناه في الماء ومن بعد رحيناه ومن بعد صفيناه، زينا جبناه الزيت باش نحطوه توا على النار. باهي كيما قلت لكم بيتنا زبيب في الماء، يوم غدوه رحيناه صفيناه جينا زدناه الزيت كيما مكتوب في المقادير بالضبط. انا هوني الحق باش نعمل راسي راس رياض هكا هاو نقرا له حسابه في شويه لكلوك. دونك جيشي هذا حطيناه على النار حتى يكشلين يبقبق، هو يبدا يبقبق الزيت هذا، وانا نجي نزيد له السكران بودر رندا، نزيدوه السكر هكا حتى كشلين يتحل السكر بالكدا، هكا يتحل السكر. نجي توا نحط الذرة، الحمص، نبدا نخلط هكا هاي سيتي، تحل هكا الحمص وك الدرا هذيك في الزبيب والزيت. نجي باش ناخو مغرفة فرينة رندا هوني هكا، نزيد مغرفة أخرى فرينة حتى كشلين تيبس. الحكاية فيها فرينة ويلزمها تيب، كامل نعصب ونرجع لكم. هيا هي سيدك هذي حطيتها هوني وبردت بعد ما كملت عصتها حتى كشلين لونها غميق، حطيتها بردت هوني هايكا نجمو تهزوها معناتها. ونجيو للمول متاع السيليكون هذا ونفورميو كعبات اللكلوكة اللي عنده جلجلين نجم يزيد يحط فيها جلجلين، نجم زادا ملوطة بالكل في قاع المول تحط كعبة هكا لوز وتنزل لين تطبع كعبة اللكلوكة وتقعد لا تمشي للفور للفرجيدة، تخليها تبرد هكيكا انت دوبة تقلب المول هكا تخرج كعبة اللكلوكة في الفورمة هذيك. هيا سيدي نكمل انا نعبي المول متاعي هذي الكل وتو تشوفوها من بعد في وسط الطبق كيفاش تلقاوها. هيا نتلقاو على الطاولة شوية اخر.